نتكلم حبة على رمضان وبرامج رمضان. قناة الناس يا جماعة، قناة الناس بتقدم مجموعة من البرامج الرائعة اللي أنا أحب دايما أسميها البرامج الروحية، يعني برامج كده بتسمو بيك وتريح قلبك وتسكن روحك. حلو؟ طيب عندنا برنامج في قناة الناس اسمه في بيت النبي. حلو؟ طيب في بيت النبي احنا هنتكلم فيه مع الدكتورة وفاء عبد السلام، ودكتور وفاء هي طبعا غنية عن التعريف وواعظة بوزارة الأوقاف. اهلا بيك يا دكتور وفاء. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة، وحضرتك بخير وقناة بخير ومصرنا الحبيبة بخير والأمة الإسلامية والعالم كله بخير وصحة وسلامة وسعادة، وربنا يكتب النصر يا رب كده لأهل غزة يا رب إن شاء الله. آمين. بإذن الله إن شاء الله. آمين. يعني أنا طبعا سعيد جدا بالصوت الممتلئ بالحماس والبهجة، الحمد لله، ده في حد ذاته أكتر من رائع. جزاك الله خير، ربنا يخليك يا دكتور وفاء. دكتور وفاء كلمينا شوية عن البرنامج في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب العزة سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى القدوة المطلقة اللي ارتضاها لنا رب العزة سبحانه وتعالى هو حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا عندنا، أنا قصتي، أنا عاملة دكتوراه مهنية في إدارة الأزمات في ظل التحديات العصرية من منظور المنهج النبوي الشريف، وواخدة منهج حضرة سيدنا النبي هو المنهج الإصلاح الأخلاقي لحياتنا، إزاي نتعامل. فقلنا ندخل في بيت حضرة سيدنا النبي ونشوف تعاملات الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. الاحتواء كان شكله إيه؟ الحنان كان شكله ايه؟ دستور العلاقه الزوجيه اللي ربنا سبحانه وتعالى اقرها لينا شكلها ايه؟ اللي هي السكن والموده والرحمه. ومن اياتها ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. نشوف السكن والموده والرحمه. حضره سيدنا النبي كان بيتعامل ازاي مع بناته؟ كان بيعامل ازاي احفاده؟ سيدنا النبي مع الخدم، وازاي كان بيترفق بيهم، وازاي سيدنا انس يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لم يقل لي لشيء فعلته ما فعلته وشيء لم افعله بما لم تفعله. اخلاق الحبيب، احنا كلنا محتاجين الاخلاقيات في البيت، الرحمه في الشارع، في معاملاتنا، الجيران نتعامل معاهم ازاي، ورمضان فرصه للتغيير، نغير فيها عباداتنا، اخلاقياتنا، سلوكياتنا، عاداتنا، علاقاتنا. فقلنا نخش بيت سيدنا النبي ونشوف كان بيتعامل ازاي مع كل الناس. كان في مشاكل في بيت حضره سيدنا النبي؟ كان في زوجات كان ممكن يحصل منهم حاجه. طب سيدنا النبي رد فعله كان بيبقى ايه؟ ازاي سيدنا النبي بيعلمنا عباده التغافل، الاحتواء، غاره امكم، يلتمس العذر ويذكر الصحابه بانها ام المؤمنين فلا احد يتحدث عن الام. فشوف حضرتك كل ده خلانا ندخل بيت حضره سيدنا النبي، وكل يعني حلقه ناخد موقف في بيت سيدنا النبي ونسقطه على الواقع ونشوف احنا مطلوب مننا نعمل ايه عشان نقتدي بحضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نحيي بيوتنا على المنهج النبوي الشريف، الحنفيه السامحه، اخلاقيات سيدنا النبي والوسطيه بتاعت حضره سيدنا النبي، وازاي حقق وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. كل دوت اهدافنا كان في بيت النبي. طب ده شيء رائع جدا 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 جدا. طب ده يخليني يمكن افكر مع حضرتك بصوت عالي يا دكتور وفاء، انا اظن كمان ان احنا في احتياج لبرنامج موجه بشكل كامل للطفل المصري والطفل العربي، الطفل المسلم في كل مكان، بل وحتى إن كان غير المسلم، يعني أنه يبقى عارف الديانة دي إيه. صحيح صحيح. ولا والشباب يعني إحنا في موقف في يعني بيبين إزاي احتواء حضر سيدنا النبي وإحنا ماشيين وبنتكلم في بيت النبي. يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا بلال أنه يؤذن فوق الكعبة. ففي مجموعة من الشباب حضرتك وقفوا يستهزئوا من الأذان. لا حول ولا قوة. في وجود سيدنا النبي، يعني أنا بس عايزة الناس تاخد بالها، ساعات أنا ببقى عاملة فيها أنا المسؤول عن هذا الدين وأنا
سيدنا النبي كان واقف وبيستهزأ وبيقلد بيعيب على سيدنا بلال. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اهي المعالجه يا جماعه، اهي اخلاق سيدنا النبي. قال له سيدنا النبي اعد علي ما قلت. فراح مكرر لسيدنا النبي اللي هو قاله. قام سيدنا النبي التفت للصحابه وقال له وقال لهم اسمعتم صوتا اندى من هذا الصوت؟ انك لمؤذن الكعبه. شوف الجمال والذكاء. فتحول المستهزئ بالاذان ابو محظوره، سيدنا ابو محظوره، الى مؤذن الكعبه. هي دي المعالجه، ازاي احتوي اللي قدامي واحول الموضوع من السلبيه للايجابيه. احنا محتاجين في مجتمعنا وبلدنا ووطننا الايجابيه، لازم نبص للمنهج الايجابي عند قدر سيدنا النبي. تفاءلوا بالخير تجدوه، يبقى مهاجر حضرته ويقابل 70 واحد جاني يأسروه واخدينه اسير، 70 واحد وهو حضرته لوحده معاه سيدنا ابو بكر وسيدنا عامر بن فهيره، فيقول للراجل مشبك، يقول له بريده بن الحصيب، يقوم يتضاير لسيدنا ابو بكر لقائد الجيش يقول له بريده بن الحصيب، يتضاير لسيدنا ابو بكر يقول له ابشر يا ابا بكر برد امرنا. خد من الاسم اللي يبث الطاقه الايجابيه، رجاء الطاقه الايجابيه، رجاء التفاؤل. من من يا بريده؟ قال من اسهم من بني سهم. قال ابشر يا ابا بكر، سلم امرنا وخرج سهمك ان شاء الله. السبعين صلوا العشاء ورا حضره سيدنا النبي اللي كانوا خارجين عشان يكسروا سيدنا، عشان ياخدوا مكافاه قريش. هو ده المنهج التبوي الشريف اللي عايزين الناس تقتدي بيه. حلو قوي ان احنا نتمسك بالعبادات وده اساسي، بس شوفوا اخلاق سيدنا النبي وتعاملاته شكلها ايه، وهو ده فكرتي اللي كنت عايزه اوصلها للناس. رائع ان احنا نلتفت للشق الاخلاقي والمعاملاتي في حياه حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي بيحول المتمرد، بيحول القاسي القلب، بيحول الى حد سيدنا عمر بن الخطاب كيف تحول؟ لانه تربى في مدرسه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب ما احنا عندنا المنهج، طب ما تيجوا نتربى في المدرسه دي، ما تيجوا نمشي في المدرسه دي ونتعلم منها عشان نرجع تاني لاخلاقيات المسلم الحق. اه طبعا، الابتعاد عن الفظاظه والغلظه وردود الناشفه زي ما بنقول عندنا كده في مصر، حتى ربنا سبحانه وتعالى قال لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده هو ده المنهج اللي احنا عايزين نمشي عليه. وباكد تاني على ان التفاؤل والايجابيه كانوا بشكل قوي جدا في حياه حضره سيدنا النبي. يعني كان ممكن يقول يا رب انا لسه خارج من بلدي وسايبها، ويعني ايه يسيب وطنه ويبص لها ويقول لها انك لاحب ارض الله الى الله واحب ارض الله الي، ولو لان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. وبعدين يحدث له واخد طريق وعر ويحدث فيها كذا معرقلات في الطريق، ما قالش يا رب ليه وعشان ايه، ده انا طالع في سبيلك وليه اللي حصل لي ده. ايوه لا بالعكس، التفاؤل. ايوه بس طاقه ايجابيه في اللي حواليه، وده هز اللي قدامه، هز العدو اللي كان قدامه وتحول العدو الى حبيب في لحظه. صح. بسبب ايه؟ بسبب حوار، بسبب يقين في الله، بسبب تفاؤل بالخير تجده. بالخير تجده. انا بشكرك جدا يا دكتور وفاء، وارجوكي اكثري من هذه البرامج ومن الطرح ده، يعني الف الف شكر بجد والله، وربنا يوفق حضرتك يا رب. جزاك الله خير. ربنا يخليك يا دكتور وفاء، كل الشكر للدكتور وفاء عبد السلام الواعظه بوزاره الاوقاف وبرنامجها في بيت النبي.